خلاص زهقت من الحمام وهبطل تربية حمام خالص وهصفي. طب ليه؟ حمام مبطل انتاج عندي بقالي فترة مش باخد منه انتاج نهائيا، لا بيض ولا زغاليل ولا اي حاجة خالص. طيب بقاله قد ايه الحمام مبطل انتاج او مش بيبيض؟ يعني بقاله حركة شهرين كده، وانا زهقت بجد، زهقت بجيب اكل والكلفة غالية وكل حاجة غالية، وحط اكل ومفيش انتاج ومفيش اي حاجة، وبتقولي حط فيتامينات وحط حاجات، الحاجات دي غالية جدا ومفيش انتاج. طب اجيب الحاجات دي ازاي وانا مش باخد انتاج من الحمام؟ يا ريت تتابعوا معانا الفيديو النهاردة يا جماعة، هنتكلم عن المشاكل اللي بتقابل كتير قوي من المربيين في الفترة اللي احنا فيها دي، خصوصا طبعا الناس اللي هي ما عندهاش صبر، دي الناس اللي هي بادئة حمام جديد، الناس اللي هي يا دوب لسه بادئة بتقول الف به حمام، فطبعا اتقابلت مع فترة القلش اللي احنا فيها دي، فالحمام مريح، الحمام ما بيبيضش، المشاكل دي كلها هنشوف دلوقتي المشاكل دي سببها ايه، وازاي الحمام يعني مريح لحد دلوقتي عندكم. تعالوا مع بعض كده نشوف، وهوريكم حاجة مهمة جدا. طبعا بسم الله ما شاء الله الاقفاص عندي دي كانت بتبقى عمرانة، يا اما بيض يا اما زغليل. طبعا بصوا لو تلاحظوا البيض ده، طبعا الغاوي او الناس اللي هي عندها خبرة عارفة ان البيض ده لسه جديد، البيض ده يدوب ليه يعني ممكن يومين كتيره، يومين يعني من 3 ايام بالظبط يا جماعة، الاقفاص دي كلها اقسم لكم بالله كانت فاضية تماما. هوريكم الزغاليل بس اللي موجودة عندي، وكان يدوب في ممكن قص او اتنين بالكتير تحتهم بيض، غير كده الاقفاص دي كلها كانت فاضية اهو زي ما انتوا شايفين يدوب. بصوا اهو واخدين بالكم اهو قدامكم كل حاجة صوت وصورة وعمل. يا جماعة احنا في فترة قلش، احنا يدوب لسه داخلين على موسم الانتاج، على موسم الفرخ، موسم الخير. تلاقوا ناس كتير طبعا زعلانة وبتقول الحمام لسه ما اشتغلش عندي، الحمام معقول لسه بيقلش دلوقتي؟ انتوا شايفين يا جماعة الريش اهو في الارض، انا مرضتش اشيل الريش ولا اي حاجة، بصوا اهو الريش قدامكم وكل حاجة عملي في الأوضة، أنا مصورة لكم، هسيب لكم المقطع دلوقتي بالصوت زي صوت وصورة ومباشر يعني، هسيبه لكم دلوقتي، بس حابة بس أقول لكم كلمتين لإخواتي وحبايبي اللي هم مربيين الحمام اللي بيربوا الحمام. يا جماعة إحنا دلوقتي وقت ما بناخد من الحمام بنبقى فرحانين، وقت ما الحمام يريح بنزعل ونقول لأ وهنجيب منين ونصرف عليه منين والكلام ده كله. اتعبوا مع الحمام شوية يا جماعة، إن شاء الله هتلاقوا إنتاج وهتلاقوا خير طول السنة. اهم حاجه الفتره دي زي ما قلت لكم اهتموا بالحاجات اللي انا قلت لكم عليها، هتاخدوا خير من الحمام هيفضل الحمام في خير طول السنه، ما جاتش على الشهر اللي الحمام ريح فيه. انتوا شايفين الاقفاص والتقفيصه دي كانت بتبقى عمرانه بسم الله ما شاء الله عندي، بسم الله ما شاء الله اقسم لكم بالله من 3 ايام بالظبط ما كان في ولا بيضه من البيض اللي انا بوريه لكم ده، انا هسيب لكم كل المقطع دلوقتي زي ما هو كده ايه مباشر عشان اوريكم برضو اللي حصل اللي كان ايه ودلوقتي بقى ايه وايه، فين البيض الجديد وفين البيض اللي كان قبل كده والكلام ده كله. لكن انا اغلب الحمام عندي انا كان مريح بقاله حوالي شهر ما خدتش منه حاجه، من اخر مره لو تفتكروا اخدت منه زغاليل، ومش الزغاليل اللي انا كنت بقطفها على طول يعني، برضو كانت الكميه قليله، لكن الحمد لله برضو بقول الحمد لله بهتم بالحمام عندي، بحط له الفيتامينات المطلوبه في الفتره اللي احنا فيها دي، لان دي اصعب فتره، ههتم بالحمام في الفتره اللي انا فيها دي طول السنه بامر الله، الحمام هيبقى في حاله انتاج مستمر ومش هعاني من اي مشكله من المشاكل طبعا بتاعت البيض، وكمان جهاز مناعه هيبقى قوي جدا بامر الله، يقدر يتصدى لاي فيروس او اي مرض يدخل على الحمام. فتابعوا يا ريت الفيديو ده وهتشوفوا ايه السر فعلا اللي بسم الله ما شاء الله خلى الحمام عندي باض في 4 ايام بالظبط. يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، الحمام عندي اغلبه اغلب الحمام كان مريح لحد يا دوب من يومين اتنين بالظبط، من يومين اتنين بالظبط هوريكم. بصوا طبعا هنا الاقفاص عندي كانت كلها يا اما فيها بيض يا اما فيها زغاليل، بصوا البيض ده لسه يا دوب متبيضت امبارح، يعني البيضة التانية دي بيضها النهارده يا دوب اهي اهي، بصوا القفص ده فاضي اهو في الارض، بصوا اهي يا دوب لسه اول بيضة هنا في الركن ده اهو باض البيضتين تمام. خلينا بس مع بعض كده مركزين، بصوا القفص ده كان دايما برضو بيبقى فيه يا اما زغاليل يا اما بيض، مفيش خالص، هنا اهو بيضتين، هنا زغاليل بسم الله ما شاء الله، هنا اهو اهو تمام، هنا في بيضتين اهو، هنا هنا المفروض الخشب دي تبقى هنا ده كده على البيضتين، وهنا بسم الله ما شاء الله بيضتين، يعني الحمام ابتدى ايه يبشر، دي البشاير يا جماعه، هنا اهو في بيضه، هنا في القفص ده في بيضه، القفص ده لسه فاضي ما فيهوش حاجه اهو، زي ما بقول لكم الحمام ابتدى ايه ابتدى يبشر ماشي، هنا اهو زغلول، هنا بسم الله ما شاء الله بيضتين هم، هنا في
شوف هنا في بيضتين برضو، البيضتين دول جداد اهو، جداد لسه يا دوب. تمام بسم الله ما شاء الله. هنا زغلولين هم بسم الله ما شاء الله. هنا بصوا اهو بيضه، بيضه واحده اهو لسه زي ما بقول لكم اهي. الحمد لله الحمد لله بفضله ونعمه من عند ربنا. طبعا احنا حاطين البذور، اللي متابع الحلقات ومتابع الفيديوهات، حاطين البذور بقى لنا قد ايه يعني، بقى لنا حوالي اسبوع كده بنحط البذور للحمام. للامانه مش بحطها كل يوم، بحط يوم اه ويوم لا. فالحمد لله الحمد لله الحمام ابتدى يشتغل، ابتدى يبشر، عشان تعرفوا فايده خلطه البذور الجباره اللي احنا عملناها. بسم الله ما شاء الله. بصوا اهو اهو هنا في زغلول اهو اهو، هنا بيضه اهو، الحمام لسه بيضها اهو، ممكن تكون لسه بيضها النهارده، دي بيضه جديده يا جماعه اهي. الناس برضو اللي هي بتقول لي هو ممكن الحمام يبيض في مكان غير مكانه، عادي جدا يا جماعه، ممكن الحمام يتغير كل مره بمزاجه. هنا بسم الله ما شاء الله بيضتين، هم البيضتين دول ما كانوش اساسا اهو. بصوا اهو في بيضه اهي بسم الله ما شاء الله. هنا هنا في زغلول صغير لسه يا دوب طالع. تمام هم البيضتين الفروخ. وبصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، تعالوا نشوف هنا، هنا ما فيش حاجه خلاص. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بجد. يعني الحمام الحمد لله اهو ابتدى يشتغل. احنا داخلين على موسم الخير، موسم الانتاج، موسم الفرخ. اهتموا الحاجات اللي انا بقول لكم عليها للحمام، اهتموا انكم تحطوا خلطه البذور دي، بجد هتغنيكم عن حاجات كتير، وهتغنيكم عن ادويه التخصيب، الادويه بقى اللي هي بتزود الانتاج، اللي بتخلي الحمام يلحم العش في العش، بتاعت البيضه الواحده، بيض الرايق، البيض البريشت، الزغاليل اللي بتموت جوه البيض. حبايبي اللي بيشتكوا ان الزغاليل عندهم بتموت جوه البيض، اهتموا يا جماعه. خلطة البذور، خلطة البذور ممتازة بجد، هتعالج كل المشاكل اللي عندكم، تغنيكم عن أي حاجة تاني. كام يوم تاني كده إن شاء الله برضو هبقى ألف لكم لفة، هنشوف بأمر الله، بأمر الله الإقفاص دي كلها هتبقى عمرانة إن شاء الله. يبقى حبايبي طبعا اللي شافوا الفيديو بتاع خلطة البذور عارفين أنا بتكلم عن إيه. حبايبي اللي لسه داخلين جديد وما شافوش وما يعرفوش يعني ايه خلطة البذور، ارجعوا للفيديو هسيبه لكم في حرف الاي اللي فوق في الدايرة اللي فوق دي، وهسيبه لكم ان شاء الله في اول تعليق مسبق. ريت تشوفوا الفيديو، ترجعوا للفيديو وتشوفوه، يا ريت بالله عليكم تهتموا انكم فعلا تجيبوا خلطة البذور، والله تغنيكم عن علاجات كتير. الناس اللي هتقول لي خلطة البذور غالية جدا والبذور غالية، يا جماعة انا قلت لكم هاتوا على قد كمية الحمام اللي عندكم، حمام اقل من كده، انا جايبه، انا عن نفسي جايبه ب 10 جنيه من كل نوع. شوفوا كميه الحمام بسم الله ما شاء الله، ان كان الحمام ده او الحمام الرومي، انا بحط للاثنين على فكره، ممكن احط يوم اه ويوم لا، ممكن احط كل يوم مفيش مشاكل خالص، بس انا من ساعه ما جبتها وعملتها بحط يوم اه ويوم لا، يعني يوم بعد يوم بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. في اربع ايام بسم الله ما شاء الله اغلب الحمام كان مبشر، اقسم لكم بالله ما كان في يعني الاقفاص دي كلها كان اغلبها فاضي، ما كانش فيه غير ممكن جوز بيض تقريبا اللي هو البيض بتاعه فقس ده، والبيض اللي هو قلت لكم ده كان قبل كده بس، والزغاليل اللي كانت موجوده. غير كده اغلب الاقفاص دي كانت فاضيه، وانتم طبعا كنتوا بتشوفوا عندي بسم الله ما شاء الله الحمام كان بيبقى الاقفاص دي كلها عمرانه، والارض كانت برده بيبقى فيها حمام بايض كتير. فبسم الله ما شاء الله الحمام اهو ابتدى يبشر وابتدى يرجع تاني، برغم ان في ريش، يعني معنى كده لسه برضو في حمام، في حمام بيقلش وفي حمام مريح برضو، لسه الحمام كله ما اشتغلش، لكن ان شاء الله برضو انا مستمره مع خلطه البذور. طبعا حطيت له ايه تاني؟ حطيت له فيتا ماونت برضو ثلاث ايام متواصل. تمام ارجعوا برضو للفيديو اللي فات وشوفوه برضو، ان شاء الله الفيديوهات دي هسيبها لكم في حرف الاي من فوق، وهسيبها لكم ان شاء الله اول تعليق مسبب. الناس برضو اللي بتقول لي الحمام مش بياكل خلطه البذور، يا جماعه والله بياكلها، تحطلوش الوجبه بتاعته، لا حطوله خلطه البذور الاول ياكلها في الاول لحد ما يتعود. انتوا شايفين الحمام عندي بسم الله ما شاء الله بيحبها وبيقدم عليها، وشفتوا انا في اول الفيديو عملت ايه، حطيت للحمام الرومي خلطه البذور وهو بياكل الوجبه بتاعته، يعني كنت حاطط الوجبه بتاعته تقريبا كده كان قرب يخلص اكل، وبرغم ذلك كل الحمام اقدم عليها بسم الله ما شاء الله وفضل ياكل فيها، لان هو بيحبها وبيحب طعمها. والله لو شميتوه اساسا، لو عملتوها شميت ريحتها بسم الله ما شاء الله، ريحتها كده لوحدها شفاء. المهم ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا ريت بقى تشيروا الفيديو على قد ما تقدر، ويا ريت بالله عليكم ما تنسونيش من اللايك حبايب قلبي، متشكره على لايكاتكم بتاعت الفيديو اللي فات، يا ريت دعما كده مستمر للقناه، يا ريت ما تنسوناش من اللايك وتشيروا الفيديوهات علشان نوصل لل 100,000. يلا يا جماعه اتاخرنا، عايزين نوصل لل 100,000، دعمكم وحبكم استمر، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.